سلام سلام يا بسمة على ثغر أهل الدار، سلام يا حضن المحبة والأماني، يم الفخر لتفي سمى العز أنوار، بلادنا الإمارات باسمك تطيب المعاني. قبل 51 عام تآلفت القلوب وارتفعت رايات المجد، قبل 51 عام بدت مسيرة العمل المخلص والدؤوب، توحدت فيها الأيادي والهمم لتزرع مبادئ وتغرس قيم. قبل 51 عام اجتمع آبائنا المؤسسون، رفعوا راية الوطن وبحروف الذهب رسموا مسيرة العز والمجد والتقدم، وزفوا إلى العالم بمنتهى الفخر قيام اتحاد الإمارات. نهج الاتحاد ما زال مستمراً، رؤية متجددة ورحلة إنسانية متواصلة تستشرف المستقبل بخطوات عملاقة، سلاحها همة الإنسان وعمادها تنمية الأوطان. أيام معدودة تفصلنا عن الاحتفال بالعرس الوطني المرتقب، عيد الاتحاد 51 لإماراتنا الغالية، وبهذه المناسبة نهنئ الإمارات حكومة وشعبا وكل من يقيم على أرضها، والله يديم علينا العز والتقدم والرخاء يا رب. آمين آمين يا رب العالمين. أختي أسمهان، نرحب بمشاهدينا في التغطية المباشرة واللي تأتي احتفاء بعيد الاتحاد 51 لدولة الإمارات عبر قناتي أبوظبي والإمارات، واللي بتبدأ من اليوم ولغاية 2 ديسمبر. نطوف فيها على إماراتنا الحبيبة مع كوكبة متميزة من الضيوف، نتعرف خلالها على المنجزات والتطلعات المستقبلية في ظل قيادة تتحدى الزمن.